بس شمس، يعني سريعا، انت قلتي انه لما تتزوجي سعودي، بس انت يعني في كمان دائما تساؤل على كمان انت جنسيتك، ايش الجنسيه اللي انت حاملاها تحديدا؟ انا حامله جنسيات اجنبيه. اجنبيه بس ما في ولا جنسيه عربيه؟ لا، انا كان عندي. كان عندك جنسيه عربيه خليجيه اساسا يعني. بس انا عندي بروبلم، حريه رايي وعقليتي خليتني مش راضيه التزم في بلد عشان ما حد يحاسبني اني انا ممثله. ايش الجنسيه اللي كانت معك ولا ما تحبي تقول؟ لا، انا دبل ناشوناليتي، كان عندي الكويتيه وجنسيتي السعوديه الاصلي. ايه، وتخليتي عنهم الاثنين واخذتي. نعم، انا اجنبي واخذتي جنسيات اجنبيه. اي، انا عندي جرين كارد فرنسي، عندي بريتش وعندي سانت كيتس. اوكي.